ولكن اني انا الان هي الان معالي وجيه عزايزه ما برد علينا على التليفون، وانا الان بوجه رساله من خلال هذا المنبر، منبر صوت الشعب. معالي الوزير، لما يجيك اليوم اخواننا مواطنين بدهم يشوفوك بتوجيه من رئيس الوزراء، اليوم انا بستغرب ليش المسؤول والمعالي والعطوفه ما بستقبل المواطن. انت اليوم كجهه حكوميه، انا اليوم جايك على مؤسسه حكوميه ومن حقي ادخل هذه المؤسسه واشوف امشي اشغالي شو ما كانت، ولكن اليوم الاستغراب وعلامات الاستفهام موجهه الى معالي وزير النقل، لماذا لم يتم استقبال المواطنين ولماذا يتم طلب مركز امني للمواطنين؟ الآن على كلام أخوي محمد أبو النصر ما بدر منهم أي تصرف يسيء إلى وزارة النقل، لا كمسؤول ولا كأشخاص. شو السبب؟ الآن راح نتحدث معكم وسنتحدث مع معالي وزير النقل وسنتحدث مع المعنيين، لأنه اليوم التوجيه والتوجيه والرسائل الملكية السامية، وهي أنا كنت أحكي فيها دائما، اليوم سيدنا بيوصل رسالة للمسؤولين، بدك تنجح وبدك تكون مسؤول ناجح ووزير ناجح ووزارة ناجحة، كون قريب من المواطن واسمع من المواطن شو بده. هاي الرسالة، وبرجع أكررها، يا مسؤول يا وزير واجبك اليوم تسمع من المواطن وتشوف المواطن وتلتقي بالمواطن على أرض الواقع وبالميدان. احنا دائما بنقول يا عمي المسؤولين وما المسؤولين، يا عمي شوف شو بدهم، ايش بدهم؟ من جايك على بيتك ولا جاي يزورك ولا تعمل له غدا ولا عشاء. الزلمه جاي عنده مطلب كمواطن من هذه المؤسسه الحكوميه، حقك تسمعه. السؤال ليش يتم طلب مركز امني للمواطن؟ مع الاحترام الشديد لهذه المؤسسه الامنيه اللي انا بفتخر وبعتز بالأمن العام بكافة أجهزتنا الأمنية صراحة، اللي الله يعطيهم العافية دائما، ولكن كمسؤول اليوم كوزير إجاني ناس بدي راجعني على مكتبي أو على الوزارة أطلب له شرطة ولا أمن عام؟ ليش؟ شو عمل المواطن؟ ليش أنا ما أسمع المواطن وأمتص المواطن، أمتص غضب المواطن، أشوف أحتوي المواطن، أشوف شو بده المواطن؟ جايك على مطلب طبيعي، حقه مش حقه، بيطلع له ما بيطلع له، قانوني مش قانوني، اسمع من المواطن بس. مش فاضي تشوف هذا المواطن حولهم للأمين العام، مش للأمين العام، لأحد المدراء، ما مش فاضيين أحد رؤساء الأقسام الموجودين في الوزارة. لماذا لم يتم استقبال المواطن والمراجع في المؤسسة الحكومية؟ وهذا السؤال أوجه اليوم لكل مسؤول ما بيستقبل أي مواطن، ومنهم معالي وزير النقل اللي ما بيستقبل حدا ولا بيرد على حدا على التليفون. وهذه الرسالة إلى معالي وزير النقل اليوم، أرجوك مع كل الاحترام والتقدير لشخصك الكريم، أرجوك الرد على الهاتف وأيضا استقبال المواطن، أنه إحنا اليوم لا يجوز أنا أي بدي شغلة من مؤسسة حكومية أطلع الشارع أعبر عن رأيي ولا أحكي مع إذاعة ولا أحكي مع تلفزيون على أساس أوصل رسالتي. المواطن جايك بطلب شخصي، خدمة، مراجعة، شو ما كانت. وللأسف لغاية اللحظة لم يجيب معالي وزير النقل. يعني الشباب بيحاولوا يتواصلوا مع زميل علي عضيبات ناطق الإعلامي باسم وزارة النقل، أخونا علي عضيبات